فيما يتعلق بالمحروقات، فالجزائر بصفاتها مؤول الثالث لأوروبا بالغاز بعد روسيا والنرويج، ستسعى لتبقى من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص فإن الشركة الأوروبية مدعوة لاستثمار أكثر في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر. بخصوص الطاقة المتجددة والكفاءة لاستخدام الطاقة، فإن البرنامج الذي أقرته الحكومة فهو يحظى باهتمام الجانب الأوروبي، ونحن ندرس السبل والوسائل للإشراك شركائنا الأوروبيين في تنفيذ هذا البرنامج، خاصة بالنسبة لتصنيع المعدات وتبادل الخبرات. وبهذا الخصوص فالجزائر عندها امتيازات كبيرة تساعدها على تدعيم التعاون مع الاتحاد الأوروبي، منها على الخصوص عندنا موارد غير تقليدية هامة تقدر بحوالي 22 ألف متر مكعب، مليار متر مكعب من الغاز وست ملايير براميل من البترول. في مجال التصدير لدينا ثلاث أنابيب تربط الجزائر بأوروبا للمساهمة في تأمين الإمدادات للسوق العالمية التقوية. تم وضع خطة للاستثمار في القطاع الطاقة 2018-2022 بحوالي 75 مليار دولار، منها 56 مليار دولار لنشاط المحروقات. تحافظ بلادنا على المستوى الكفاءة من التصدير، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، يتمشى مع التوقيعات الاقتصادية للبلاد طويلة الأمداد، من أجل ضمن تمويل لاقتصادنا الوطني والمساهمة في تعزيز الأمن التقوي على الصعيد العالمي. كما تعلمون يجري حاليا تكييف الإطار القانوني والضاربي للنشاط وللبحث والاستكشاف والإنتاج لجعله جذابا لجلب مستثمرين أجانب ولتحسين مناخ الأعمال والحفاظ على إيرادات الدولة. والهدف من ذلك هو مدافعة احتياطاتنا من المحروقات وتوفير المداخل الكافية لتحقيق التنمية والضمان الأمن التقوي لبلادنا على المدى الطويل. وهذا ضمن شراكة متوازنة رابح مع الشركات الكبرى لصناعات البترول والغاز. ومن المؤكد أن الاستقرار الذي تعرفها بلادنا بفضل السياسة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية والشروط المتميزة التي نمنحها والمصداقية التي تتمتع بها بلادنا ستسمح بدون شك بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجال البحث عن البترول والغاز والبترول الكيميائي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. شكرا، السلام عليكم.